لا تطفئوا الروح الذي به ختمتم ليوم الفداء. لا تحزنوا الروح. بيحزنوا بواسطة ايه؟ لانه رجع لطرق العالم وتصرفاته ويعمل الخطية بيحزنوا. إن غيرتم بإسم البر فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. بيحتمل الصليب من سخرك نيل اذهب معه فين والسعد من أجل المسيح. وبيحصل النهار تحصل إيه؟ روح المجد يحل عليكم. كل يوم حاطط نفسه على المذبح لكي يكمل الطاعة للوصية. ومن الكتاب يقول ايه؟ يعطي الروح القدس الذين يطيعونه. ومن الطاعة بتعمل ايه في لسان النار اللي خده؟ بتخليه يضطرم حارين في الروح عابدين الرب كل حين. اهو ده الاستثمار. اشمعنى يا رب ده ياخد مجد اكتر؟ مفيش اشمعنى ولا حاجة. ده هو استثمار، ده هو اضرم العطية. انا علشان اضرم الروح القدس وعشان اعمل وصية بتألم، بتعب، بتهان، بتجرح، بدوس على روحي، بينداس عليا. أن الله ليس في ظالم حتى ينسى تعب. أنت بتهرب من الصليب، بتهرب من الألم وتدوس على الوصية عشان ما يندس عليك وأنت مش جريان. أنه أنت لما بتدوس على الوصية أنت بتطفي الروح القدس، والعكس صحيح. أن أنت لما بتحتمل من أجل الوصية أنت بتضرب الروح القدس وبتسجل نقط بالزايد في مجيء المسيح. أن أنا النهاردة ماشي في خط الجهاد الأمين في طاعة الوصية، والطاعة اللي أنا ماشي فيها والمنهج اللي أنا ماشي فيه اختبر وامتحن وصلت محكات كثيرة. جزء كبير أوي من الموضوع بإيدك أنك تتحط في الرتبة اللي انت مدعو ليه. قال له ايه بقى؟ لئلا ياخذ احد تكليله. ده كان معمول ليه؟ لئلا يخيب احد من نعمه الله. يعني هو كان قاصد بيك مجد وانت ما عملتش كده. جزء كبير قوي من الموضوع بايدك. الله ادانا نعمه متساويه، ادانا امكانات متساويه عشان تتبرر في قضائك وتغلب اذا ممكن. العبرة بقد ايه انت اضرمت النار الالهية او قد ايه انت اطفأت النار الالهية. الموضوع بيخصك. في خادم مرة حكى في عبرة قصة حقيقية عن نفسه، عن رؤية شاف انه مات وراح وشاف ايه اللي الله كان معده ليه، وقعد بقى يبكي ويتوسل للرب دي يرجعه. ده في الرؤية. لو قدر لك، لو امكن انك تشوف هو كان قاصد بيك ايه، والمكان اللي معينهولك بصفتك الشخصيه. لو حصل كده هتعيد حساباتك كتير قوي. احنا عينينا سبب شغلنا بالعالم وبالماديات بسبب زن ابليس على دماغتنا ليل ونهار. عينينا مش عارفه تحدق لفوق وتشوف ما اعده الله. ده اللي حصل، ان لما اخذ الرسول بولس في السماء شفت ايه؟ ما لم تراه عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر. يعني شكله ايه المجد؟ ما هو ما فيش شكل، ما هو ملوش زي. ما اعده الله للذين يحبونه. انجح انك تاخد رتبتك. خلي بالك ان اللي تاجر بالوزنتين خد نفس الاجرة بتاعة اللي تاجر بالخمسة، لان الاثنين ناجح. حتى لو كانت رتبتك اقل من غيرك ما هي زي الرسول بولس، لكن خدت رتبتك. نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير. نفسي تعرف ان ليك رتبة، واتمنى انك تعرف هي ايه. اذا امتى اتمنى انك تعرف هو من أساسه دعيك لمجد شكله قد إيه. ونفسي تنجح أن تجعل دعوتك واختيارك ثابتين. بيع رخيص واشتري الغالي، بيع الفاني واشتري الأبدي، اخسر الزائد
واكسب المجد الذي لا يعبر عنه. اخسر المغشوش اللي الناس بيضحك عليه دي. حط لنادي نقطة بداية جديدة وإصرار جديد في حياتك. أن تبلغ الذي لأجله أدركك المسيح. أن تحصل على الإكليل الذي أعده لك المسيح. أن تجعل دعوتك واختيارك ثابتين. أن الفرصة ما تروحش منك. لأن الفرصة لو راحت منك وحطيت الناحية الثانية، أنت عارف قصة الغني العار. قال له يا ابني محدش بيعدي من هنا لهنا، اوعى الفرصة تفوت منك. لأن الباب مفتوح والصوت بينادي والرب يقطع، إن فتح أحد أدخل إليه. قد كده الروح القدس محب وطيب جدا ومستجيب جدا، ومجرد ما هيشوف حاجة حقيقية من قلبك هيستجيب في الحال، بمعنى انك هتلمس الإضرام والاستجابة من دلوقتي من هذا الله. بس يلا بينا، تاركين كل خطية من القلب باسم كل طاعة للخطية، كل طاعة للخطية الشرير، كل خيانة لمحبة المسيح من كل القلب باسم. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.